السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ياسمينة اي. جيتكم اليوم بوصفة جديدة. قبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لي اعجاب. اليوم راح نديروا طاجين البسباس. عندي كمية من البسباس، هنا كنت حمرتها في الزبدة. عندي بطاطا كنت حمرتها، البطاطا كنت حمرتها في المقلة. عندي كمية من الحمص، عندي حبة بصل، عندي حبة بصل، عندي زيت، ملح، فلفل أسود وكركم، وعندي ملعقة صغيرة من الزبدة. وعندنا كمية من الدجاج بمغسل متوقع. طريقة التحضير على بركة الله. نجيب طنجرة نديرو فيها كمية من الزبدة، ملعقة صغيرة من الزبدة. ملعقة صغيرة من الزبدة، هكذا. نضيف كمية من الزيت القليل فقط، هكذا. نضيف كمية البصل اللي عندنا، نضيفوا البهارات، توابل. عندي فلفل اسود، كميه قليله من الفلفل الاسود، كثرش فلفل اسود. عندي كميه قليله من الكركم، هكذا، والملح. نضيف كميه من الملح، نضيف كمية الدجاج تاعنا، يعني القطع المتوفرة في الدار أي مغصوب، هكذا. ونخليه الدجاج يتقلى مع البصل. بعد ما يتقلى الدجاج نولي ليكم. هنا بعد ما تقلى الدجاج تاعنا مع البصل والملح والفلفل الأسود والكركم، نضيف كمية من الماء الساخن، لازم يكون ماء سخون، هذا. بسم الله. هكذا نضيفوا البسبس تاعنا اللي كنا حمرناه في الزبدة. يعني البسبس ماهوش طايب، جيست حمرته في الزبدة. يعني كي نحمروه يجي لذيذ ما شاء الله. ونخليهم البسباس يطيب. انا هنا الحمص تاعي راه واجد ديجا من طيبات ومن قبل، يسمى راهو طايب. اذا الحمص تاعك بيترميه من دوك. بعد ما بديت البسباس تاعنا نضيفوا كميه البطاطا تاعنا. هنا بعد ما دخل البسباس طياب، البطاطا تاعنا راني غير حمرتها. نعرف البطاطا اللي ما طويش في الطيب، نرميها من فوق. نفكركم بلي انا الحمص تاعي راهو طايب، الحمصه تاعي راهي طايبه، تسمى نرميها غير في الاخر. باش تعقد لنا البطاطا هي اللي راح تعقد لنا لاصوص تاعنا.
ونتلاقاو في صحن التقديم. طيب ونتلاقاو في صحن التقديم. هذا هو طاجين بسبسي تحصلنا عليه في الاخير، يعني تكون فيه شويه لاصوص، يعني يكون ذوق ولا اروع. ما تنسوش الاعجاب وتفعيل زر الجرس والمشاركة في القناة والاشتراك في القناة لدعم القناة. إن شاء الله يعجبكم.